فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التمسح بمقام إبراهيم عليه السلام؟ لا، هذا بدعة. الذي في الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه لما فرغ من الطواف ذهب وصلى عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين. نعم، ولا يفعل غير هذا عند مقام إبراهيم. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يشرع التمسح بأستار الكعبة؟ ولا يتمسح لا بأحجار الكعبة ولا بستارها ولا تعلق ببانها، ولا هذا كله من المبتدعة، ما له أصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصبي الصغير ما يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني الحجر الأسود فقط. نعم.